على جنب هنا يا اسطى شفيق. قشطه يا اسطى، يلا اتفضل. برجلكوا اليمين يا رجاله. السلام عليكم. يا مرحب يا مرحب، اهلا اهلا بالشباب اللي زي الورد. معلم وده سينهم. عملنا بنس. تعالى يا واد، واجب لفنديه. اتفضلوا اتفضلوا. كانك ده صنف جديد ده ولا ايه؟ صنف جديد ده ايه يا عم؟ انت هتكسفنا ليه كده؟ كانك ده جمع كنكة. كل واحد كنكة صغيرة كده، هي دخلتكم عليها شوية. لا يا عم روقة، وفر كنكك ده بعدين، مش عاوزين نفرفر هنا. يا معلم روقة، دول جايين يسلموا كده وحاجة على الخفيف، خايفين يفرفروا. ليه بس؟ ده الموضة كنك، زي شادية ما بتقول. كنك حبيبي، كنك قلبي، وكنك روحي. بالعين رماله كنك، ما درتش أنا بروحي. كنك حبيبي، كنك قلبي، كنك روحي. استغماية على طول. حلاوتك يا برنس. وجب لفندية يا واد، ورص الرص في حجر بنور داير ما يدور، وشيشة تفاحة من غير تفاح. من عناية يا برنس. ملك عايزك في كلمتين على انفراد. ايه؟ الغلة يا ملك. كام دول؟ 680، صح الكلام؟ اسم الله عليك من الغلط، خلي 600 وخد انت 80. بس ده عرق، الا العرق خليهم. لا بس دول كتير قوي يا معلم. ده استفتاح يعني، الاولى بعد كده شلال، شلال نقدية. ولو انت جدع بقى عد، بس اوعى تغرق في الكاشات. يلا بقى خد واجبك مع اصحابك، وعلى حسابي شيشة تفاحة من غير ايه؟ تفاحة. يلا. بقولك يا شفيق. ايوه. ما تديني مفاتيح عربيتك اوصل لغايه البيت وارجع على طول. يا لهوي، انت لسه هتغير هدومك يا احمد؟ يا عم ده البيت قريب هنا بعد شارعين، وبعدين الفاميليا مسافره والسهره صباحي. امسك. يلا انا جاي على طول. متاخرش متاخرش يا ابو حميد. اسود، دول جم. هنت عليك يا ضنايا، هنت عليك انا وابوك، تعمل فينا كده يا احمد؟ حرام عليك يا ابني. الحمد لله على السلامه. هتفضل واقف كده؟ انا مش عارف اخش ولا ما اخشش. طب جاي ليه لما انت عارف انك مش هتخش؟ طول بالك يا عبده، طول بالك يا اخويا. انت كنت فين يا احمد؟ كنت فين يا حبيبي؟ احنا مش سايبينك في قلب الشقه، نرجع بردك ما نلاقيكش. انتوا جيتوا امتى اصلا؟ النهارده، بعد ما كلمنا حضرتك في التليفون وما ردتش. قلقنا جينا. تقدر تقول لي انت كنت بايت فين من امبارح لغايه دلوقتي وراجع لي بشكلك ده؟ كنت مع اصحابي. اوعى تقول لي اصحابك الصيع اللي ضربوك وضربتهم. لا، ما احنا اتصالحنا خلاص، وانا ما اعتقد ان حضرتك عارف. يعني انتوا اصطلحتوا عشان تبقوا اصحاب وتسهروا مع بعض؟ ما حضرتك اتصالحت قبلي، نزلت عن حقي كمان. لما انا جيت اتصالح دلوقتي مش عاجب، مش عاجب حضرتك ان انا ابقى راجل. لا مش عاجبني، مش عاجبني تأخيرك عن البيت، ومش عاجبني بياتك برا، ومش عاجبني ترد عليا كده. والله انا غلطت بقى. غلطت يعني؟ عبدو عبدو، اعمل معروف، اعمل معروف يا عبدو. الدنيا ليل والناس حوالينا. ناس حوالينا والدنيا ليل، وابنك راجع لي دلوقتي وبيكلمني بالطريقه دي؟ والله بقى انا مش عيل صغير، مش عيل صغير عشان تعدي في البيت وتحبسني، مش عيل صغير عشان تقول لي امشي مع ده وما تمشيش مع ده. الا اقول لك عليه تعمله. لازم اعرف انت رايح فين وجاي منين، ومش مستريح بياتك بره البيت. والله انت شكلك ما بتستريحش لاي حاجه. تعال يا واد، تعال اعمل معروف، انا مش قادره يا ابني. هي كلمه انا هقولها لك، انا مش عايش اقل من حد، انا هشتغل وحامل فلوس وحامل اللي انا شايفه صح، ما دام انت ما بتعملش اي حاجه. احمد احمد.
توصل لي كده برضو؟ احنا كنا عاوزين نعرف قرر له ايه او سيبنا وماشي. مش احمد، مش ابني اللي تعبت في تربيته. في دماغه حاجة، في دماغه حاجة ولازم اعرفها. ولما يطفش مننا هنعرف، هنعرف ازاي بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كانش حاسس بالذنب. بعيد بره البيت وجاي ساعة واحدة أكلمه يسيب البيت تاني.